السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. هذا وانا راقد البارحة من الوقت، عير اللي راقد مخر شو الحين ناش حجر ومنش الضحى بحين عاد ناش قبل ساعتين لين تسبحت وما ادري شو وتريقت وعين يقول متعارف عليه محلة وجبن وعسل وجعام ولا لا لا لا، كان الوجه الرئيسي الحار هو المحلة. محلة وفول بعد مسوي تنب شكارتهم ولا فلبينية فول، سبحان الله، يعني لا صار ولا استوى، لذيذ طعمه، شي مزار طويسه الكبير وعلى اساس انه بيه لا الله يحفظه يتريق عندي لا يعني فريجه انزين، وابطا ابطا مايه انا بطعم يا اخي يا السلام عليكم. سلام. كره الله تهرد غمه انزين، على اساس اني قلت بخليه له شويه إن لبي هلال يبى من الفول، هو أصلاً هلال ما يأكل فول وايد، يعني يحب المحلة ويا العسل. إنزين، السلام عليكم. Good morning. How are you؟ شو؟ إيه ترى مرزوق جاي في الطريق بيتغدى عندنا. مرزوق. مرزوق. إيه. راهني شو اليوم؟ اليوم سووا. بالضبط بالضبط. أيوة. سمين بس. إيه. مشواي. كيف؟ مشوي لا كثر بياح، بياح ما حب ياكل، كل ودي تسوي ولو ميتين زين، البياح البياح انا احبه رزين، هذا زين بياح انزين لايمه انت ان شاء الله. انا اريد طلع لي زريدي، اريدها مشوي، اريد مشوي، هي انا اريد واحد حب زريدي مشوي مبعوده وسط ميديم. ها هذا جيش مقلى مقلى، هي مقلى مشوي بس الحمد لله الشبيل. وعيش ابيض، نعم يبا الحمد شكر. ها؟ هذا انا فارس ومشكور. هاي هذه شيخه بتشافي. ودي النمر في سياره 3-4-5. هي ما شاء الله. زين تعسب شي قلت لكم ودونها مدام زين؟ بيسد مدام؟ انا جدا متركب. بيكفي ولا ما بيكفي؟ ان شاء الله كافيه. اكيد؟ ايه تستاهل بتشافي. اي وشي اعطوك بخشيش؟ اعطيه؟ بعد ليش ما طريت؟ ليش ما قلت اعطوني بخشيش؟ انا كبر الحين متى بتخبرني؟ انا يعني ما كذب احد، انا اول اروح وهذا نفر اقول مشكور حاضر انزين، ليش ما كملت الجمله الباقيه؟ ليش ما قلت اعطوني؟ اللي اعطوا يلا شيله انا ايش شلك برق على الطيب جاسم الفقير وياك انزين، هذا نص بتوين انت وبتوينهم اذا ما في داخل لا لازم في داخل، بتشافي بتشافي هاي ما يطيع زينها انزين، لازم تعطي ربيعك هذا ان شاء الله. بارك الله ما في هذا ثاني نفر يا رك الله تدرع ثاني نفر يعني منو ثاني نفر منو يعني شرات متو تطري لا 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 متو ما في حرامي ما في حرامي لا 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 100% ها انت ما في مال مو ظهرك وكل الدنيا ماله يا ويلك من الله يا ويلك انت عليك شو مسوي جد طباخ 15 يوم طباخ ما يقين ما في شيء طباخ ليش؟ هو ليه هو ممكن هذا هزبوره ازازه مره ثانيه ما يجي هو قال هو قال انت الله اكبر عليك انت محوات جهنم انت تعرف يروح نار انت بتصير النار تجرب كذاب تستويت وين انت ليش تقول بسم الله ايش قال جل بعيونه كره الله العيون عيون لص اقول لك ظهر ظهر ودام زياده ظهر سمك زيادة ظهر ظهر واحد بسار لا بسار عود شوية إذا شيء كبر هذا زين شيء أصغر عن هذا زين ما علي ما علي طيب المهم يكون سنامة غليظ شوي سمين زين يلا بارك العين ما شافك هكو الدرب عويد لا عاد ورب لبتك لا هلا ولا مرحبا والله العظيم إلا السيفري والترسلك من يصبحون لين يمسون الا لا 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 مسويين احزاب هذا نحن هذا محيميد نحب اشكارنا نحن هذا يا للحلال متضارب ويا لعزب اللي على البحر بيوت البحر كلهن ما واحد فيهن ولا بشكار بالبشاتير يرمس وياه وغاتن فيه بييلس روحه شريته ها بييلس روحه فيها الصندق اللي هناك روحه لو بيخط شهرين ثلاثه ما حد وايق عليه والله ولا يفتكر راسي يا بس غير نمول عند اللي فيه ما في حد يهبي ما زين الا الطبيعه
وما زين إلا الهدوء وما زين إلا الصوخ وما زين إلا المكان اللي ما فيه إزعاج. حسبتي ختلت أم وحدة هاي حجرتي هلا وين هذه ختلت ختله والله يا أبوه ولا دريت بالدنيا خمتن وحدة والحمد لله الصيد زين لكن البحر شوف على ما تشوف الماي راد تبر يعني الوقت هذا مفروض الحين ماي وحدة الماي متى تغدي تسك العافية تدق العافية تدق العافية الساعة 10:30 11 غاية الظهرة لكن في النهار ماشي صيد الحين هاي خطف عليك النهار بطولة الماي كلها بوي تحاصيل ولا شيء بحر والسمك بوي سير قبة تسك ورا الصير ورا الصير وين بتلحقها عادة انت ورا الصير يا يا الحلال تعرفون شو وين ساير ساير ايب الشركه ما سيارات ترى البيوت البحريه الفرجان هذا شيء مريخات شيء قبيسات شيء محارب شيء مزاريه شيء مناصير من شيء خوريه شيء بلوكي من كل العرب متيامع على البحر بيوت عندهم من عشرات السنين الامراض ما بهذا موضوعنا موضوعنا يا الله يحفظكم ترى البيت اللي يكون ما عنده دام البيت اللي ما عنده دام ياخذ ويكون يعني جايين كشاتها الحريم ولا ويدري وليتهم يطرش على بيت إيرانهم ويخبرهم يقول ترى نحن موجودين في البحر وما عندنا ودام فاللي عنده ودام يندب للي ما عنده فهذا شيء متعارف عليه مش نعيب يعني الناس تحب حد يطلبها ودام انت صايد ومحصل ما شاء الله خير مفروض انك ترحم يارك حتى بدون منية لأنه وايد وأغلبية البيوت تفرح يوم حد يطلب منها ودام خاصة يوم في بحر ولا في كشته ولا في حتى في البيوت في أبوظبي مثلا يوم يارك يطلب منك شيء ربعة مالح ولا كسيف ولا مدفة ولا أي شيء أنت موجود عندك ويوجد عندهم لكن بقلة أو نوعية اللي عندك يبون يربونها فيكون ردة الفعل مفرحة بالنسبة للشخص اللي مطلوب منه الشيء هذا حتى لو كان كف تراب حتى لو كان مثلا كيلة عيش موجود عيش نمونة معينة عندك انت ولا موجود عند حد وطريته يفرح يارك انت يوم بتعطيه من هذا اللي انت جايين لو شيء بسيط يفرحون منو عاد اكثر يفرح اكثر الدريول ولا البشكار ولا البشكار اللي ساير يودي الشيء هذا يفرح عاده لجل شو في حال انك انت يا راعي البيت اللي بيجيب لك شيء بهنسته بعشر بخمس بخمسين درهم بمئة درهم مئة فيه ناس تعطي الحريم الاوليات في البيوت كلهم في بيوتهم الحريم الاوليات ياسات جعايد البيت الحريم ما بل حريمة هطري لا حرمة الحرمة جعيدة البيت جعيدة هذه في الستة لازم تحت الكرسي خردة محطوطات قنبو 10 وقنبو 20 قنبو 50 قنبو 100 قنبو 200 العيال يخردونها نحق لهم يا مايا يوم حب يجيك أعطينه لأن عندك عدو اللي ما بضارية شو تقول يتني على غفلة وما عندي كسر يتني على غفلة ما عندي كسر أبوي لا أكسري وخلي أبوي الكسر زاهد ليش الدورين كسر هاي الساعة لا يبيج طاولي للدورين الكسر هاي الساعة يوم أنت يا حينة يالسة في البيت عند قنبو 500 وقنبو 1000 ما بهاين عليه تظهرين كسريه وخلي زوي كسري 1000 ولا 2000 صلاح اللي هو صلاح عنده قنبو 500 وعنده قنبو 1000 وعنده قنبو 200 وعنده قنبو 100 وعنده قنبو 50 لكن عن قنبو 10 لا بد ولا عذر شوفوا أي وقت تلقطون يوم يعدي أسبوع ولا أسبوعين خذ 1000 درهم من يظهر المعاش ودا حق أخته وقالها أخته عارف المصرف قالها ندوت هذا 1000 تخردها لقنبو 10 يداد ويازم أبوي تصدق منها وجسم منها ليني خلصت كلن بمقدورة وكلن على قد استطاعت وقد كلن على قد عرف ذاك حد من البشاتير يفرح يوم بيقولوا له ولا الدريولي سر البيت الفلاني صار يربع يطير ساعات ما يقيل شو السبب لاني عارف ان صار عند البيت هذا عرفوا ان هذا جايين هم طارش من البيت الفلاني بيرحمونه بيعطونه لكنك يوم انت الحين تصير
شارك وديت شيء ولا ما وديت شيء ورديت ابوي تطلوح هاش عندك شو اسمه شو سويتم شو تسوون انا شو المشوي زاهر سمعت مشوي وين مملوحه لا ما يزوني ها شو تريا متى بعدين الساعه 12 وربع 12 وربع هذا شو حينا دبقوب هذا قبقوب ابوي انقلع وهذا كله بعد مقلع هذا كله مقلع كل هذا مقلع ما شاء الله وايد ما في وايد ما عليه شوي شوي رص على عبرك عن تنبيه وهذا المشوار وين الجش اللي قلت لك انا ديتشو ما قلت لك تسوي لي زريدي مشواي كره الله تهلت غمه ما بقى لك اريد زريدي ان شاء الله كيف تنسى يعني ما في وقلت لك ظهر واحد بس اربع زياده ترى مرزوق جاي وين هذا واحد زين هذا ترى اللي حق المقله ملحه وكركمه وفلفل احمر ملحه وكركمه وفلفل احمر غير ما شيء ويتقلى ديب فراي ويغدي خلاص شرات البسكوت بسكوت يتخرفش ايوه هاي ابوي سمتتي انا هذه بارك الله فيكم سمتتي لحق المشواي هذا المشواي مالي انا ما نطر بطنه صاحي صريح رقم واحد ايوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام هاي سمتتي هاي حقي انا روحي يلا غنقون دخل غنقون غنقون دخل غنقون متى بعد الحول ايوه بس طرف ثاني ايوه يا الخيبه بس عاده روحي في ضغط شو عشان انت وين يروح لندن ملكي هي انت الحين تريد انا اسوي صوره ولا ما اريد مين انت تريد صوره ولا انت ما يريد صوره ايه ليش قبل شوي يقول ما يريد انت قبل شوي يقول ما ايه فيديو ايه بس فيسبوك ايه فيسبوك يوديك يودي بلاد يودي بلاد مال انت لازم يروح بلاد لا نفر ما في مالو في بلاد انا اي شغل مني انت ما يعرفون انك تشتغل طباخ شو قايل لهم انجينير شو يقول حق هناك ذهب بلاد شو يقول حق بلاد تشغل دريب ما تريله؟ ما يقول دريب ليش تكذاب؟ ما يقول طباخ عيب داخل بنغلاديش؟ لا ما في شو عيب؟ كيف عيب؟ شو مشكلة؟ ما في مالو نفر انا شو شو قايل لهم داخل بلاد شو يقول حق فاميلي؟ اي داخل بلاد شو يقول حق فاميلي؟ سيمان ما بقايل لهم كولي انت حمالي انت ما بسيمان انت طباخ ربك الله كذوب كذاب رقم واحد هي زين الحين هناك فاميلي شو يعرفون انت طباخ ولا ما يعرفون انت يسوي فشمان قول لي لا صبر صبر الحين متى بتسوي سمك انا ركب الساعه 12 دقيقه انزين من اللي من الصلاه جاهز الصلاه جاهز هي اريد 40 دقيقه انزين ها شفتوا السمك كله زياده عن 40 دقيقه ما يبقى جولب وودي ودي 2-3 كيلو هاي الساعه ولازم المشواي ما يتم من عقب من يغرفون العيش نزلوا السمك ابوي من على التاوه من يغرفون العيش سيده نزلوه هبي يغرفون ويتريون او شيء نزلوا السمك الضحى الساعه 10 من يبرد السمك شو خانته بالاخص السمك بالاخص السمك من يبرد يغدي ما يسر لازم السمك حار يدخن ينفتح ساعة على السفرة يغدي حار ضوء صدقان الأوليين أبو شفناها في وقت صلاة الجمعة كلهم أبو اللي مضيعنا من أيام الطفولة نلقطهم هني يتجمعون في هالمكان في هالمسيد كلهم أبوي هل بالفرجان يتجمعون هني اللي ما شفناها من مليون سنة بعد صورني ليش
ها وين ربيعك يا عندك محمد؟ لا 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 ما حد يسرق حمام من ربعنا نحن. لا يعني اطرينا الاول ايام اليهالة ما اطري الحين هنا ايام الشباب. ايام الشباب الاول شو سوى اللي يسرق؟ ترى يسرق ما بعيب حينه، هاك الزمان ما كان عيب. زايد الاول يوم نحن فروخ صغار. يا ربي توهم كلهم بو يستلمون في المسير. كيف تقول عنا ان احنا سرقنا حمام؟ ابوي انا ما قلت انكم تسرقون حمام، قلت يعني حد منهم الاول ماتوا هاك اللي يسرقون ترى ماتوا، اللي تحرونهم باجين اللي يعطيهم ماتوا حليلهم من سنين. احنا ابو مره انتم ناسي لي الصراط المستقيم. يلا اخذ فعل ابو محمد. هلا ابو محمد هاو ار يو؟ الله يسلمك. كلنا ابوي عذر بالصيد، قال ابوي الحين وقت البياح ولا سياتر، الوقت وقت اللي نمه، وقت ابوي القابطه، وقت البدحه الحين فيها الحبل فيها السمن وكل شيء، ولا ابوي البياح الحين مره ما تتشاهد، مات النكل. كل سمكه سمين على ما اعتقد. انزين بنشوف الحين ثبت على التاوه، قايل حق الجمهور اني بسير اصور. بعد. الجمهور جاري بعد. بيت هلا ابن محمد. مشواي ومقلى كل شيء. هذا عازم منك عيش ومقلى يضنين وتاكله كله، كيف تاكل كيف تتهنى كيف ترغب في الصحن كله. هاي من حداوي هالبطين الاول. عليك تعال ياي تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما في زود سمن، الزريدي العوده فنانه. ابي البياح ما في سمين؟ سمين صدق ولا؟ وين الحين اللي زيادة فيه سمن؟ هاي أتوقع هاي زريدي زيادة فيه سمن. إيه دي شوف. لا. من ورا مسار يدي؟ لا في سمن، أنا في شيء سمن؟ بيع سمن؟ في أنا واقف. لا شوية سمن في شيء بسيط. هاي سمن تكينا من ساعة. حبطتهم عنهم. نلقنها نقوى. هي في البحر. وهي في البحر تتحبوا بيها، تتحبوا بيها هي والبسار. شو البسار؟ رقم واحد الحين ما شي فيه بس ملح. شو يخصك خلي يلا يلا غدا. يا سلام ياهل ياهل تحرها. ايوه يا سلام. شوف سيده ابوي سيده على الصينيه ما شي سر وتعال ما بمحرك. ها شكرا محمد. هذا مال انا وين حقك زين زين. لا 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 من شرال من حلال عله، ليتني ما طريت عينه السمبوسه. اليوم كل من فتحت رساله طريقه عينه السمبوسه، طريقه عينه السمبوسه. ابوي لا يبيع عين السمبوسه من رجب يعين ويزهب ويفرزب. الحين يوم حادث هل هض انا وقالت تحلي حلو يوزوني الرين ما يستوي. يا ابوي انتم بعد غير نمونه، لكن ان شاء الله اوعدكم ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين ان شاء الله من ارد ابو ظبي بقول حق المشاتيري عينون. لكن سالفه العيار روح بين العيان ولا والرق ولا والتقريص والتقطيع هذا شغله طويله عريضه مش شيء بسيط يعني. فان شاء الله قبل بخبر اني اروم اصور وانزل على اليوتيوب ما بروم هذا ما بتنزل لان الشغله وايد طويله. فمش انه يعني دقيقه بتروم تصوره ان خدمه في مال لا هذا تحضير طريقه تجهيز العينه روحها. هاي تجهيز عينه السمبوسه يبالها ساعه ساعتين لانك تسوي كميه. فلتجمع الكور هاي العشر عشرين كوره كل كوره شي كبر راسي تقريبا وما شي يسووا بها ويقطعونها وعقب يرقونها وعقب يقطعونها من يد ويديد ويفردونها شغله الله مغني عنها ومتعبه يعني. فلذلك يعني ما بكل حد يعرف لها وايد شيء صعب. الميزة ان تستاهل لان السمبوسة شيء رئيسي يوميا نستعمله. انا سمبوستي هالليلي انا بالفرن هنا في السا حد يجلي وحد يشوي الليلي انا احب مشواي يشوي لي اياها هنتين ثلاث وحدة سمبوسة مال لحم وحدة مالت خضرة وحدة مال جبن
ثلاث امونات وحده وحده افطر عليهن رئيسه الكبير وشوربه شويونة سلطة بس غير ما اكل مغرب. اذا جعلنا الله من الحيين ان شاء الله بقول بحاول يا يوم الاحد ولا يوم الاثنين بخلي يسوون له شيء بسيط يعني. هم يوميا يخدمون ويفرزنون يخدمون الفريزر تقريبا نص الحين ابتزر لكن بخلي يسوون قدامكم للي بيفرزنونه بخلي يسوون شيء ونرويكم الطريقة اذا رمت يعني. يلا عاد ابو احمد. يا سلام خيبة هذا نفيعه هالكفه هاي نفيعه تعال يا هذا انا بقى من هذا ولا هذاك ما اريده منه. ايوه هاي هاي تمسك فيها شوف جش العوده هاي انت تقول مسوينا حقك هي حقي انا زين انت تقول لي مسوينا لي انا لك انت لا الله لو دواك عن الموت ما طعمت منها هذا ابوي لك انت هل هل خباط الفنان يا سلام بكمل شوي ها بسكوت هذاك اتصل حق مسنود ما يرد اعتقد انا يعني يا رب ابو احمد صار يلا بالحمحوم عاد ما يبالي رمسه قوم مرزوق ابوي يرشون عاد مريقه على كل شوي زين ما علي ما شيء مشكله كل شوي لكن انا شو المرقه استعملها كشوربه انا المرقه استعملها يعني كشوربه يعني العيش وجه منه من يوميه من طوكيو ما اكلت عيش الا ودي وحده الحمد لله بشيركم نقص الوزن والامور طيبه بس والايم عاده تشوفون هذا شيء الايم ما اقول لا فسرنا ابو عبد الله ليش سموها ام يدين اسمها هذه شو السبب السمينه دائما السمينه إيه؟ يعني مثل اصيله يعني اصيل طبعا اي نعم مشكور يا عبد يا ابو عبد الله على اعطانا هالمعلومه القيمه يعني كل سمين يعني اصيل زين وكل كريم يعني طيب فلذلك يذكر الطيب بالأصل يقارن الطيب والكرم يقارن بالأصل طريقتي على الله يحفظكم أول بادي الرأس أتوهدم بها روح هذا روح هذا اللي تشوفونه يس ما في الحاضر مدح ما في الحاضر معه الرد على ربيع وهذا تشوفونه هالمرضى محين هذا 90% كله بصل وفلفل وطماط شويون تعيشها قيمة واحدة يعني من العيش 10% والودام 90 شو السبب الأول وقت الفقر الناس أبوي يتحلون بالسمك ويأكلون العيش الحين لا تتحلى بالعيش وتأكل الودام لأن الحمد لله رب العالمين الخير فضيل والنعمة أبوي وايدة فما شيء كارف أنك تقايس على عمرك بالودام هنا تيا البنادم بغيت تجلب الراس ولا من ترفعه طاح الشطغ الثاني ها شوف النمونة خطر عليه يرمس حرام ان خطر عليه يرمس هاي ما يبالي رمس هاي عاد سديتة الراس هو انا لا اعطي فيها لا حق ولا باطل لا اعطي فيها لا حق ولا باطل سديتة الراس قبوب يا ود لا 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 مقلى ما في ابو محمد ها لا لا مقلى روحي انا واجف عليه لا لا مقلى حش علي بس لا 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 التزام 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 ترى الحين ابو عبد الله بشارتني في الجسد ها قابض لي ودر الراس وفت لنا من السمكه ها هذه ابوي السمكه ها رقم واحد ولايتيه وزينه سمنها زين يا سلام ايوه ايوه ايها هذا عطى ابو عبد الله اعطاني الله وجهي وما اعطيه لا يا ابوي بعطيك شوي قوت على يموت يضرك لو دام وايد يسوي برص يقول السمك وايد استغفر الله العظيم شوفوا انت الدليل النضوي دليل النضوي ها ما يبالي كلام ها. ها هذا ابوي دليل النضوي دليل النضوي يظهر ابوي تظهر سلسله الظهر
كاملة ما فيها شيء من البلوح ولا من حمت السمكة. لا هذا دليل على الانضوي، هذا دليل على الانضوي. 40 دقيقة على ضوء هادية ماشي، لا بهار لا همك الله ولا هم مليحة، والبطن ما يتنظف، لازم بطن بطن مثل ما هو. والبياح ترى صيد ليل، البياح صيد ليل ما في تراب. أحب أفتلكم سمكة بعد شوية، وحين برد على البسار برد أعطيكم علوم. هذا البسار قصينا راسه، هذا البسار انضوي لي في الدنيا كله فيه، هذا الموت البسار. شوف بلحمس وصريج حيث أنه سمين، البلحمس وصريج هي الأرخص سمكة في السوق هي البسار، وحين مكون ما زر البحر مزار. اليوم شاي اسناف تحية وخالدي خليل الخارجي من المغرب. بنسير الله يحفظكم. وين ما بيبين على وين برويكم، ما بيبين لازم اسوي زو هناك. شوف البرقة عقب البرقة تمشي يمكن 3 كيلو شيء قرم هناك، بنسير ابويا عالي القرم اصور. شاورته لا قال مره ما شيخ الافراق دين زي ما زي ولا انا ولا نبال مدين. بنسير الله يحفظكم بالرينو، بنقبض ابوي السيف لين نوصل. هذا الرينو وهلال ابوي شبعان رقاد ومكلمكم ابوي اخس ودعس راقد لين قلت التوبه. الرينو بنسير بها حينه. يلا ابو محمد غايته نعالي؟ ايه تدري متى كم من 15 سنة أول ما طاح فوت. هذا زين الرينو لو ما بحشاته. رينو رقم واحد لك الحجة، بسم الله الرحمن الرحيم. كيف غادي؟ والله إني أروح. غادي أروح. قالك شم؟ بيتكم محمد بن فري المحيربي، وهذا بيت عبد الرحمن المريخي. اظهر زيده
وهاي هاي تسمعوا بهاي يوم يقول لك سطوه وسطوه وسطوه، هاي السطوه هالنمون، هاي السطوه الماي من تذبر سموها هاي بقعة سطوة، وهاي اللي تشوفونها غالة غالة غوال، هاي لها كل هنا يسمونها غوال، تتجمع فيهم الشنايب والقبقوب الصغار، وكان شيء عومة ولا شيات ولا مندوس تتجمع فيهم، هاي يقول لك الغالة والغالة، هذه الغالة ها. وهذا بيوت عاد العرب. هذا اليوم يعني الساعة 10 في الليل، هذا شفت القبة هاي اللي هناك تلاقي ابوي ليل البيوت الماي يدح عند البيوت عند الجمال اكثر ما توصل، وهذا احسن وقت في الليل احنا نقول الماي ليلية توصل الماي هناك من عند بك البر وين صورت لكم البارحة. يلا هذا ساحل اللي تشوفونه 10-15 كيلو كلهم برجان كلهم برجان، ما هذا هذا نسيب هذا وهذا متخالط هذا وهذا بنم هذا وهذا ما خبخ يعني ما شاء الله كلهم أهلية مدخلانية ما دار بينهم الأجنبي، كل هالساحبة هذه من أولها لين آخرها. هاي في الغالة هاي الغالة هاي غالة ساعة نسوي قبول شرايين يجون الفروق يلعبون. الله يحفظكم بيت شيخة بنت شافي يعني الله يحفظها ويبارك فيها، وهاي جلستة وبيته غني عليه على ما تشوفهم ما شاء الله بنت شافي على الله يبارك فيها. وين فالته؟ ايه حافظ على بنت شافي وفالته وين طايح؟ يا سلام سلم يا سلام سلم يحافظ على هالسكنة مقيمين عاد الحين مقيمين مجيل عندهم ارقود الحين عند الله علينا هنيتي في هالمسكن الفنان يا بنت شافي على الله يسعد وهي يرانها ما يندرى بطل. هاي البرقة والبرقة اللي يصيحون على البروخ البرقة ثاني البرقة هاي البرقة فيها بصيل مي وفيها كل شيء فيها الأرض فيها خيرات الله كلها. شو هالبقعة اللي نحن فيها تبعد عن بضبي تقريبا 250 كيلو 200 وخبيننا وبين السلع ما يقارب 100 كيلو حاليا. هاي عالي الرويس عالي الرويس وعالي ها؟ يبني فيها لوشياته ها تبع الحكومة ممنون محمية محمية بيون كشاته يبنون خيمتهم ويبقينون ولبيباتون يومين لو ثلاثة ما عليه يا غير ممنوع حد يبني خلاص ليه بنا بنا ولا بنا يعني في دعت الله. هالبقعة اللي تشوفونها الأول يميع الأرانب يميع الأرانب عشنا في السبعينات في السبعينات والثمانينات اني كشت اسبوعين في عطلة المدارس اني عوايل البقع هذه كلها كل هالبقع اللي تشوفونها الاماكن هذه كلها ممزورة. شو بعد هذا بسم الله لعبة جنها ايه هذا كلها ارانب ارانب ريج الاول ارانب شيء بالعظمة هالبقع اللي تشوفونها نمشي عليها شوف السيف وين حدار تقريبا 2 كيلو عن السيف هذا كله هني بحر بعد 3 ساعات ما تقوم تمشي لازم طراد لازم طراد بدون طراد ما تقوم تمشي. يوم اقول لكم كشاته هذا كشاته هني ها هاي اظني ما من بضبي هذين مستحيل هذا شيء من الامارات الشماليه جايين بتناكرهم ويا هدهم ما شاء الله شباب اظني ما بعوايل وكانهم فنان والله اختيارهم جيد السكنة هذه شيء جميل. برد لهم الجماعة اللي هناك ما اعتقد انهم هذين من هالبقعة هذه لو من هالبقعة ما سكنوا فيها السكنة هذا بعد 4 ساعات بتسجي عليهم الباية هذا توهم جايين ناس غرب ويتحرون البقعة هذه تازم ويبردوا خيامهم تسيير بنسقي عليهم الماء مستحيل لازم ابوي هاي ما من هالبقعة هذه لازم برد لها ما قلت شاورت يا ابو محمد قال انا ما يخصني قلت انا برمسهم روحي. جماعة الخير اللي بي منكم البحر اللي بي هالاماكن لا يودر خياس مكانه حرام
هاي بمحمية الحكومة محافظة عليها. شوف الدنيا شوف الدنيا هالمكان الغاوي الفنان يخيسون بمخلفاتهم خاسي هابكم يلي تخيسون الدنيا. والله يا ابو محمد حرام حما بك اللوث بك لوث العرب روحهم اللي بيون كشات ها ودروا ما فضل عنهم وطرقوا احرقوا ودفنوا. يعني هاي مشكلة اللوث ما عليه هاي مخلفات الطبيعة لا حول قوة. كان كمبار ولا حبال ولا نايلون ولا طرمبة ولا بليوت ولا مربعة ولا ليو يا غير حينه تيوت خيسون الدنيا وتسيرون تكشتوا شويتوا صدتوا عينتوا من الله خير. لموا خمامكم ولموا غراشكم وما فضل عنكم وشلوه وياكم حطوا طرف الرسته. وين درامات الكشرة البلدية ما بتقصر كل يوم تحوط مليون قريدة وقريدة مليون عريبية وعريبية ومليون نتشال مليون سيارة بلدية لقطون الخياس. ترى وين الدرامات منو بيتليكم وين تصيروا تتخششون بين الرمث وبين الهرم وما ادري وين. طيب خايسين الدنيا خياس خاص يهابهم. ها هذا مال البارح ترى هذه اللي تشوفوها فعايل البارح ماكلين يح وهذا ادقم لي ماكل يح دروس قدام واحد شيء واحد ما شيء. والفن خذاك لي ماكل انه ويا مزوي تقويم هاك شميخ الواير الاسيام موجودات لي اليوم شمخكم ما شمخ يدي. يلا مقطعكم خيسين الدنيا خياس بينا للجماعة وسلمنا عليهم عقب السلام طلعوا بويهم كشاته يمكن من حول شهر موجودين في على الحالة هاي اللي تشوفونها فوق الحد هذا وين 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 القرب البحر ما يوصل عندهم فوق البحر يوصل سافلهم سافليهم يعني لا لا ما يوصلهم فوق ابو محمد البحر لأن يوصلهم البحر تدرون متى يغطي البقعة هاي البحر في أشهر معينة لأن شهر هذا اللي علينا اللي هو شهر رجب وشعبان ما البحر ما يصق لين فوق فلذلك يجون الكشات ويجلسون بوي على الحد هاي اللي تشوفونه البحر بوي جاي طندور ما دار البقعة إلا السكنة لهم في هذه ما يلحق هالبحر. شو اسمك عادة أنت الحين ما لا ما ظهرتي كامل طالع صد يا ايش طالع منك من وين جايين انت؟ من البيت. انا بيت وين انا بيت؟ بيت. وين بيتكم؟ هناك. وين هالشيء اسمه بغياثي انت؟ هي. غياثي شو تغديتوا له بعدكم؟ بعدكم. ها؟ غدينا كنت شو غداكم؟ طالع عاد هو يرمس الحين؟ لا ما يرمس ما تعرف دجاج هي بغياثي لازم دجاج ايش اسمك انت اسمك انت ما خبرتني صد يعني الله تابوك طيع صد هو ايش اسم ابوك ما طيع يربس كلم خالد كلم بعد قرب شايم بيت قوم هلال وانا ساير ها 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 لين الحين وصلت الطرف هذا وهذا الله يحفظكم بيت الشيب بن أحمد بن الشيب القبيسي اللي صورت لكم يوم بساعة وانا خاري قلت له ما علي أي أصور بيتكم من داخل قال لي مرتب بيت جديد هو مرتب لنا خاطري أرويكم ترتيبه شايف إنه قبل ما يسكنون الحين خبرت عاد قال لي قلت أبقي أصور البيت من داخل قال لي توكل على الله هاك القسم ها المطابخ المادي شو هذا قسمه هو هذا روحه وهذا قسم أخوه هذا أخوه هذا بن عمه وهذا يعني كل حد بمكانه كل حد بقسمه احزاب وليش صرت من هناك يعني ما تبغاني اصورك بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الرحمن هذه جلستهم ويصالتهم وهي الفال ذاهبه هذا المنظر الشيب ما تلزم خارج يعتمد على الوقت في البرندة هالفنانه هاي ما تبالها لا يبالها ظله وتحمل تسوي لها ظله ولا بسوي لها والله شو بقول لك ما اتوقع انها تبى ظله ابو احمد ما تبى ظله هذه ما يبالها ظله يا سلام ترتيبكم رقم واحد
وهذا اللي تشوفونه كله شيء من شرق وشيء من غرب جايب لنا. وين ما يسافر يجيب هذا البعا ويجيب ما ادري شو اللي تشوفونه، وين ما يصير يجيب يلقط ويحط. هو عاد فنان، كل شيء من مكان جايب لنا. شوف وين هي جايب لنا محل الشيبه، سبحانك يا رب. ها من محيطنا هني من عدنا من بحرنا ولا كله برا؟ لأن بيت بحر نسوي البيئة بحرية. زين حلو هدوكم، ها حتى اللي على الكوتشن مسوين هنا هاي بعوة عودة، هاي سموها عظيم لواح وما أدري شو عظيم لواح، نيمة البحر حد يسوي، كل حد لها مصطلح. كتبوا من هذا أقول لك أبو أحمد كم حجرة مسوين وكم صالة؟ ست غرف منهم. هي كم كلف كل بنيان كله؟ والله لك عيونك سر قول لي. لكن ما ظني بيكلف وايد، انت حريص ما شاء الله عليك، ما تنغلب ما تنغلب. فهد حي ابوي ابوها احمد بن الشيبه، من خير احمد بن الشيبه. ها من خير احمد بن الشيبه يا المنكر. اللي حبتك عيني ما خ... ما ما ضامك الدهر، من حبك لابوك ابوي. يا الله يطول بعمره ويحافظ ابو خالد. خلصنا من الفاله وظهرنا، يا الله يحفظكم في الممر هذا. ومسوي بعد مطبخ تحضيري. وين مطبخ تحضيري؟ هذا مطبخ، هذا مطبخ تحضيري شي؟ عين الرئيس ايش قايل؟ ما شاء هذا استورهم بعد من هناك. ما شاء الله. كيف؟ هذا طبخني غير عن مطبخ العود؟ ايه هذا شيء خفيفني. يسدك انت هلا سمها. هذا مال خفايف. نعم. ما تسوون له زين. ابى المطبخ الرئيسي وين؟ كل هالبيئة بحرية، كل هالبيئة بحرية. ها شوف والله عليك فنان ما شاء الله عليك الشيبة كلها، كل شيء بحري 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 ما شاء الله عليك. ها درام صل ولا شو هذا؟ هذا علبة قرقور. هذه هوا البسكرات هنا، هاي غرفة خدامات، هاي ليه هني احجار يوم حبي يجيكم الضيوف. وهذا قطيع بين عسل ما حد يكشفن. يا حافظ عليك فنان الشيبة. هاي الشيبة انزين حلوة حلوة الفكرة هاي، عسل ما حد يكشف المحرم. هذا المطبخ الرئيسي ابوك، هذا الغاز مال قصور. إيه هذا حق شوي ابو شوي يا ظني. هاي الارض اللي وراك منوله؟ هاي بعد قبيسات منوله ما تعرف؟ حد قرب حد مزوق بس والله ما ادري بمنوش. ايوه ربها دعوم وخلص حلوه زين. شو هذا؟ هذا مقاس الشباب. اي يقول معنا عبد الله يوم حبيهم ولا شيء؟ لا الشباب نفسهم. هي بعضهم بعد عيال عيال البيت يعني. ايوه وين؟ لا لا بصير امشي شي فوق عالي. ودرت عاد بيت شيب ابن احمد وحين بتي للسيف. لكن بخبركم قاص يحى سالته من وين؟ قال من سبنس. لكن يا ابوكم شكر ومعيون. سمعت بواحد اللي يطرونه شكر لمعيون؟ شكر ريج شيء في منتهى الروعة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا الله يحفظكم.
حليهم الله يحفظهم. تعرفوا ليش خفوا؟ بسبب الغالة. مشيت من اول الحيسه هذه وين اول راس الغالة هذه اللي هناك وانا ماشي ها 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 تريت الدنيا هذه كلها. والحين وصلت جد اهل البيوت ما يندر عاد من بيوته اكيد عرفتني غير ناسي ومش مركز. كان طالع بالله عليكم شوف الجو وشوف الهدوء وشوف المكان شوف ها وين ناصبين مره قرب بيتهم قرب البيت ياخذون ترى حين السمك كلها تتبع البر ما شيء بحر قبه ما شيء سمك السمك ابوي كل مره ذاك البر كل من حر الوقت كل من حر البحر الضك السمكه جدا البرود تدور البرود البرود بره دحت الماية هذا حين تمشي 5 أمتار السمكة يسوي لعية كل سمكة حين تدور هني هذا حين تي ويا رشة الماية هالله هالاستعرار لا بد ولا عذر منه شوف غالة خف لأن الغالة مستحيل تروم تخاطف عليها تجلبك الغالة لو تكون مسرع تجلبك على طول حسبتي ما شاء الله حذرين هذا مبونا لاحم الحين أرقى ترشح الماء أبدا روحه بيرجي ما زين لدحت الماي ما زين الماي بادي ترش عاد الحين بترش بترش وهي تسير وهي تسير وهي تسير وتغطي السطوة هذه كلها ها لين توصل العافة هناك شو وين الحرم هناك توصل الحين شوي شوي ها شوي 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 بتغطي ثارية السيايير ها وانت تمشي وهي تمشي وهي تمشي لين توصل هناك سبحانك يا رب شوف الله عليك ما زين مكان شيء لا صار ولا استوى نحن اللهم لك الحمد عايشين في نعمة عايشين في نعمة وفي رغد وحياتنا سعيدة ولا نشكو من باس يا الله يا رب لا تغير علينا إلا إلى الأحسن لا تغير علينا إلا إلى الأحسن يا رب العالمين وتحفظ دار وتحفظ دار المسلمين وتحفظ أمة ينصبون على الثبر هذا حين شفتوا مادين الغزل هاي داخل هذا مادين على الثبر حين مادين على الثبر الماية ليتي من شرق وليتي من غرب تضرب في الغزل متى ضربتها في الغزل من يسير تسير الشمس وتغط تازم عادة اللي جاي من شرق واللي جاي من غرب تدور العي ولا تدور البراد تضرب في الغزل تود مثل العرب اللي الله كاتب له نصيب بيحصل ودان حد منهم ينصبون حد منهم يد مبروكة من ينصب الله يرزقه بالحلال وحد منهم لو ينصب ابوي الدهر كله ما الله يرزقه حتى ودام وحد منهم يقول لك فلان فادحي ينصب على السجي والثبر له نصبتين ينصب على السجي وينصب على الثبر يعني هذا وصي توصفه به فلان قلبه حي ما يفوت شيء المصريين يسمونها منشارة واكل طالع واكل نازل واكل هالمصريين ونحن لا معلي وسنان ولا انه ينصب على السجي والثبر ولا ما شاء الله عليه يعني سمعوا بالله عليكم هاك ابوي قصر عليه كأن الدراب نياس سجله يا الله بنص الغبة سمعونه تسمعونها يا عيونه الهنتين سهرانة ليه ترى يوم الواحد بيسهر شيء عين وحدة تسهر عين ثاني لا والله كلمات غريبة هذا الشيبة يوم استبطوني يا ياخذني مرحبا ابو احمد لكم ابو هو لا الله اي والله ابو
زين الصلاة بعد تبوي أنا أبوي بصلي مخر. شوف أنا بركب بنخاري بتعلق. لا لا ريولي خايسات. قميضة يا أبوك هالموتر. لا والله لا 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 لا. ريولي خايسات يا رجال كلهن. كم مشيت سيبة؟ مشيت أكثر عن كيلو. بس؟ إيه. يعني هذا كله قال أكثر عن كيلو؟ تحريت 3 كيلو ولا 4 كيلو؟ أنا أبو من الساعة 4 العصر لين الحين كيلو. نفس الحفا. لو بعدني نفس الحفا بخبرك هالبيوت فنها ما تمنى ولا شيء بهذي. والله ما زين. ها؟ ما زين هم من بيوتي الله يحافظهن ويحافظ هاليتن. ترى تدمش سويتها خليت ريوت تطلوح مهان علي سيارة فقيرة بيضة تلق أسير أبويا خجسة يموتون على الكورة عادة. أبوها أحمد بن شيبة قدامه كلهم أبويه الأبو والعم حتى يته تموت على الكورة. تعرفون عبن أمو يته ما يسمى كروز من جدة أبوه ويته من جدة أمه خدية بنت شيبة خدية بنت شيبة بن محمد بن عبد الرحيم القبيسي مخلفة حياة بن خلف. يا ربي شي خصم العرب حين يعرفون هالمعلومة معلومات عامة ثقافة اي والله ما زين هالبقعة. يسرع لازم يخفف عند الغالة ولا بيغدق. يالله تحفظكم بردكم عند هاليتكم خير وسهالة. حفيص الويلات عاد ما لحد شوف الله عليك ما زين المكان شيبة كيلو وين و500 زينات كيلو وين بس هذا نأخذ هني ترى. سلام عليك أبو محمد how are you حول شكرا شيبة شكرا يا ابو احمد ثانك يو الى اللقاء الحلقه القادمه. شكرا لحسن تعاونكم معنا. يا مرحبا وين متوا؟ ها ايوه هذا هذا ابو بطن ايوه هاي هذا ابو بطن هذا حبوبيه حي تلابط حي هالعين. لا هذا العود انزين وحبل فيه عجيب حي. يا ويلكم ها حق العشاء والله هذا ابا بناخذ 3 لا ثلاثة احنا بناكل بتاكل شعري في الليل إيه؟ لا ما تبي يا ريال لا ما شاء الله تبارك الرحمن. شو هذا حبل فيه بعد حبل بعد ها حبل الشعر انا بوت اوادمكم يوم يحبون وش اسمكم يحبون تعال اظهر هذا وجد سر هناك سيدي مطبخنا انت سر هناك بيتنا هني هاي عدتش هذه ابو عبد الله نسوي بيتنا لو اظهر العود من هنا هذا ثلاثه اول اظهر ابو بطل شب ايوه هذا شوف هذا كيف هي هاب ابو ماشي هذا وهذا وهذا ايوه هي ها ثلاث اظهرهم هذا ثلاثه خلي يسوي حب هذا ايه مشوار لا تخالط بهم بمالاتنا مالات واحد اثنين ثلاثه هي وي هاي يرمس هذا خطر عليه يتكلم يلا شلك برق سوري بعد لا سوري ما نبغى هذا هذا
ايوه بس خلاص شل سماكم هذا ما تبون لا 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 بس عنب وينان ما زين ما زين اكو حي حي ارمس ايه شوف شعر الخيط غير مول وبيض مال مرقه يا حافظ علي هذا خواله من بيروت لبنان هذا ابوي خواله من بيروت حد يقول من جعيته حد يقول من بيروت يا من بيروت يا من جعيته يلا ثانك يو محمد ثلاثة ونسيمة شوي ايوه عاش ايوه يا رخالي ثانك يو تعال توه؟ ايه توه متى حطيته؟ 10 دقيقة قبل ما شاء الله في حبل ظنك محمد؟ وين؟ شعري؟ لا ما في حبل ليش؟ 100% في حبل ان شاء الله شوف كيف؟ شوف الرجال هذا سولي وين يا وين يا بينا هذا سولي تمين لا تستعيد عليه محمد خليه ينضع على ذوبه يا سلام يا سلام يا سلام تبدأ شوف السنة تلا ينفتك صارونا تشوف مرقة دياي مرقة دياي وبعد شوي أشوف افتح شوية شوي بسرعة بسرعة بيخلص الفيديو وينه وينه يلا عادي يا سلام زين هذا شو؟ خلاص اشوف تحت هذا يلا عاد بيخلص هذا الفيديو هاي صالوا غير هاي مالكم روحكم ايوه واحد مال بيت واحد منا ثانك يو سمعت ناظم مره زقرني حق اسوي صوره الانستغرام يعني انا موجود هني زقرني 15 دقيقه بس على طول اتاكد قول بابا تعال بي ان شاء الله السمعت وزهر وين السولي محمد؟ سولي هذا نفر منو هذا نفر؟ حمد هذا مال سيفا نفر السولي مال دري وين؟ الله الله فادحي شوفوا هيا بقول لكم الراس السلام الشعري قال من فتك من رحين الزاهب مرة رقم واحد صح وكامل مرة رقم واحد يلا يلا هي شو اللي بعد شو ترجع؟ يلا بسم الله. أيوة. يرمس 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 روح الشعري. يرمس. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. تبارك الرحمن سبحانك يا رب. أيوة. أوه. ما شاء الله عليك ما شاء الله. شكرا محمد شكرا 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 محمد. Thank you. شيري عقب التسخيخ شد عرج شويه لازم صلي جمال احد وهذا برياني دياي وهذا سلطه سلطه ماشي وهذا شوف شوف عرج شوف عرج بالله عليك صالونا دياي وهذا دياي مشواي الحمد لله نعم اظهر لي اظهر لي شعري بالله عليك نصفاني هذا لا 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 العود مالي انا ما اريدها تصايروني شباب ايوه تعال تعال راسه يا سلام مش قاعد متفتت وهذا الشتني من غير نعم نعم بشيركم ابويه وهاي دهينه عليها رضوان من الله اقولكم الشعري ابوي طلع يحبل ولا شياته سبحان الله ما الله كاتب فيه نصيب طال الراس قايل مره هذه مره متفتت ما فيه كثر لنضوي حبل لنضوي انضوي على دوبه ناضي أشوف العين شو شحمت العين يا الله قميضة يا واه صبر 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 جلبة 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 الثانية فوق تحت فوق تحت هي هي أيوة جلبة الطرف هذه شوف
حار يا يا سلام يا سلام. صلي عليك يا رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه ايوه حنهم. لا ترمس ولا تكلم حد مطرطة. شو هذه مقولكم؟ ايوه روح الجلد الجلد. مقولكم اللي يبون يتحرح حبل ها بطنه كله صنقلان صنقلان حصريج. ابو عبد الله هذا شعريك ابوي سمين. ما في زوج سمن نص اللبس لكن بطن ابوي حصريج. هذا السمين زين على السمين شو الفائده؟ اي تسلم. هذاك اللي عندك انت الوسيطي هو الزين. والعود اللي انا تنقيته بطنه كله حصريج. لا بس شوف شوف لا لا سمين سمين هو لكن ما انزين زيني. يا سلام يا سلام يا سلام. كم بتاكل كم بتاكل يا البنات؟ معظم البطن كم بيضم كم بيضم هالبطن؟ مشكلة احنا يوم تاكل اول الليل يوم يعديك صيف الليل يعت. والله يا ابو محمد هاي روحها مصيبة. بعد كم بتاكل بطنك يوم بطنك يعني؟ في العافية ابو عبد الله في العافية. الله يعافيك. عباس على دباس ابو محمد. ها ناس الحين تو مخبرون واحد من الشباب قال بطره طوي. هذا طوي؟ ايه؟ عني انا ايه؟ هو يتحروني ياكل وايد ما يدرو. ها ترى القيم العيش شويونه الحين اللي تهلعت والله على العيش شويونه اليوم. مال ابو عبد الله مال ابو احمد. الله يلا الى اللقاء بعد منتصف الليل. يا طيب ها يوم اقول طرف وين سكن البحر الصبح هناك ابوي سيايير شخترن. شو هالبانوس سيايير شخترن. خري مري خري مري. وحين ابوي تخوض البحر خوض. وين يخطف ابوي الكروزر مساي حفص ويلات يخمس هناك. عاد ابوي غبه ما تروم الريال ما يريل. عاشوا شباب عاشوا شباب عاشوا شباب. او محمد نعم. يا رك الله ما اظلمي والله ولا يبين. هو ادغم والدنيا ورب ويكلها ظلمه. عليك مصفى البحر. بحر طايح مره رقم واحد. يوم يقولون والله بتي هويات وبتي هويات. اي ها هدات الله يا الهويات. الحين ماشي الا ابويه الا دوقه والبحر طايح التحرام منظره. فراو على ما قالوا هالبطين فراو. وحد يقول صلاني حد يقول فراو. يا ربي امتحنا 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 محنا الها اول ما لها تالي. يلا هدات الله يا الفريج هدات الله يا الفريج. بعدنا سارين كنت على ايتام. تو بعدنا سارين كنت على ايتام. ايوه ما ظهرنا في هالظلام. ظلام حلبس ما تشوف صبعك. كشوف البحر. البحر نظيف. نظيف رقم واحد. ما زينة. ما زينة ما زينة. بلاش تكللت بالفشل. السيرة تكللت بالفشل. إلا عنافيز وخنان وحيايس وما باليد حيلة. اليوم عاد ما صبنا الهدف ما الله كتب نصيب. لكن الحمد لله اللي آياته كان إن شاء الله عن الرايحات شيء بسيط يعني شيء لا يذكر يعني شيء بهانس يعني هذا يعني تقريبا كيس ونص تقريبا يعني شيء ما يرزي يعني. وسمك عاثر بعد ما سمك زين سمك عاثر لك قيس اللودام زين الحمد لله. ها ابو محمد how are you